السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل. اليوم راح أتكلم عن الجيو تكنيكال انجينيرينج، وبالضبط عن الفيس دايجرام. طبعا عشان أتكلم بوضوح لازم تكون عندك الصورة الكبيرة عن الجيو تكنيكال. الجيو تكنيكال بشكل عام هو علم التربة، ولما تشتغل شغل الجيوتكنيكال راح يكون عندك سامبلز او عينات ماخذها من الموقع وتجري عليها التجارب في اللاب او المعمل. فبهذا الخصوص في شيئين لازم تكون عندنا بالحسبان. اول شيء اللي هو الفيس دايجرام. طبعا الفيس دايجرام اللي هو بالشكل التالي، هذا الشكل الطبيعي طبعا للفيس دايجرام. ان شاء الله اكتب معنا هذا. اول شيء الاير هواء، ووتر ماء، وسوليد اللي هو الصلب او التربه بحد ذاتها. الشكل الثاني اللي هو التو فيس، اللي هو راح يكون ووتر ويكون سوليد فقط. راح يكون مثل ما يقولون كومبرست، ولا بشكل أفضل راح تكون مضغوطة المادة ويكون الهواء فيه نسبة الصفر، أو يعني ما هو بنسبة كبيرة، يعني تؤخذ بعين الاعتبار. هذا بالمجال الأول. طبعا كيف نعرف إنه 3 فيس ولا 2 فيس؟ طبعا جو تكنيكال 1 تتكلم عن بدون لاب، يعني اللاب موجود في جامعتي هنا مادة لحالها، فعشان كذا أنا بديت فيها كمادة، بعدين أخذت اللاب تبعها. ولكن راح يقول إنه ساتشوريتد اللي هو مشبع بالماء، يعني ما في مجال للهواء، ولا كولكت فروم جراوند ووتر، يعني جاي من منطقة تحت منسوب المياه، معناته ان الموضوع يرجع على ساتشوريتد من جديد، مشبع بالماء. الشكل الثاني الثري فيس. الثري فيس راح تكون الحالة الطبيعية. اذا ما قريت في السؤال اي شيء يدل انه العينة مشبعة بالماء، او المدرس او الدكتور قالها، فكل واحدة لها شكل ثاني. فالفرق ترى بسيط، يعني أول حاجة راح أتكلم عن أهم معادلة عندنا اللي هي اليونت ويت. اليونت ويت اللي هو الويت أوفر فاليوم، الويت كامل حق السامبل على الفاليوم حقها. ثاني شيء اليونت ويت عندنا ما يقارب 3 يونت ويت، كل واحدة منفصلة عن الثانية. طبعا هذه أول شيء اليونت ويت اوف سوليد حق المادة الصلبة اللي هي هنا وهنا معاي. اليونت ويت اوف سوليد، أنا ضيعت هنا بس آسف دقيقة. اليونت ويت حق السوليد راح يكون سوليد ايكوال الويت اوف سوليد على الفاليوم اوف سوليد. أيضا طبعا الويت اوف سوليد، طبعا الويت حق المادة الصلبة في هذا السامبل الوحدة، الفاليوم اوف سوليد الفاليوم تبع المادة، تبع المادة الصلبة في السامبل كامل. طبعا هذا الفاليوم لا يساوي هذا الفاليوم. ثاني شيء طبعا عشان الكل يفهم، ثاني شيء اليونت ويت اوف ووتر اللي هو راح يكون اليونت ويت اوف ووتر الويت اوف ووتر على الفاليوم اوف ووتر. اخيرا راح عندنا يكون اليونت الدراي يونت ويت. الدراي يونت ويت طبعا يرمز لها هنا بحرف الدي، والدراي يونت ويت اللي هي يكون راح الويت اوف سامبل الويت اوف سوليد على التوتال فاليوم. فهذا بالنسبة لليونت ويت. الشيء الثاني راح يكون عندنا ال specific gravity. specific gravity اللي هي تساوي
unit weight of solid على unit weight of water، وأيضا كمان تساوي density of solid على density of water. هذه المعادلات لازم تكون عندك موجودة، ولازم تعرفها. طبعا ما تتعلق في الجيوتكنيكال لحالها، تتعلق في أكثر من مادة. طبعا إذا as a civil engineer يعني المعادلات هذه راح تكون مقابلها بأكثر من شكل، إلا طبعا المعادلة هذه ممكن تكون مختصة بس في الجيوتكنيكال انجينير، ولا أدري إذا كانت متعلقة بشيء ثاني أو لا. أيضا عندنا من المعادلات اللي راح يكون عليها شغل كثير، اللي هي الدنسيتي. أوكي، فالدنسيتي بشكل عام قريبة جدا من اليونت ويت، اللي هي راح تكون ماس بدال الويت، وراح تكون هنا الفاليوم، التوتال فاليوم. هنا راح يكون عندنا هامش. طبعا الماس ما هو إلا الويت نفسه مقسوم على الجرافيتي. فبأي شكل كان راح يكون الماس equal الويت مقسومة على الجرافيتي، والويت اللي هو يساوي الماس تايمز الجرافيتي. فهنا عندنا المعادلات، نقدر نترجم الجانب الأيسر اللي تشوفونه هنا معي على الجانب الأيمن، راح أكتبه هنا. فالدنسيتي اوف سوليد راح تكون الماس اوف سوليد على الفاليوم اوف سوليد. الدنسيتي اوف ووتر راح تكون، هي طبعا معروفة راح تكون 1000، ولكن هذه المعادلة الماس اوف ووتر على الفاليوم اوف ووتر للدراي الدراي density اللي هي راح تكون الماس of solid over the total volume. هذه المعادلات اللي راح تكون عندنا في الوجه مثل ما قالوا، وفي بعض المعادلات اللي جاية. اكتفينا بهذا القدر بهذا الفيديو، وراح أكمل بالفيديو الجاي.